مهرجان مسرح الطفل في تطوان وتكريمك هناك، وده يعني قريب قوي من اللي انا كنت بقوله في الانترو، انه الحمد لله. انت يعني ايه واكل دماغ الاطفال. الحمد لله. ولسه كنا بنعرض عبوده ماركه مسجله، وده كان ليه علاقه قويه قوي بالناس. وبنعرض دلوقتي صوره كمان التكريم في التكريم. المغرب. ايوه اهو، احكي لنا كده عن اجواء التكريم وازاي انت شايف التكريم ده للمجهود اللي انت عملته في مسيره العمل الخاص الدرامي بالاطفال. والله يا هدير، انا يعني مساله ان انت تكرمي في دوله بره دولتك دي حاجه كبيره قوي. حاجه اكبر كمان ان يبقى مختص بفئه معينه الا وهم الاطفال. يعني الاطفال يبقوا بيتفرجوا على الاعمال اللي في مصر ومرتبطين بيها بالشكل ده. يعني انا روحت قلت ما مش هتلاقي في اطفال عارفيني يعني زي الاطفال هنا في مصر، لقيت في كم اقبال، يعني في بهجه وفي اقبال بسم الله ما شاء الله، يعني خضني الحقيقه. فهم مركزين كويس جدا. وبعدين زي ما حضرتك بتقولي، انا اول دوله سافرتها علشان اعرض فيها مسرح كانت 97، سنه 97 كانت المغرب. كان دوري صغير قوي في مسرحيه كبيره، وان انا دلوقتي في 2023 اروح باكرم، فما بين العامين دولت في رحله ربنا سبحانه وتعالى كللها بايه، بالتوفيق يعني.